اهلا وسهلا مستمعي اذاعه ميدينا اف ام، ورمضان مبارك سعيد على الجميع. معكم الشاعر عبد الله فرجي من مكناس، قصيده بعنوان مكاشفه. في القلب جرح غائر قد اثخنك، وعلى جبينك وشم عاشقه رمتك بحمقها، والحزن ذاك المقرف استعدى عليك الحرف والاشعار، واستعدى عليك الصبح والأسحار في سهد وفي العتمات حين أتى وعاد ودجنك. وعلى محياك الخطوط رهيبة رسمت شرارة حمقها في مطلعك. يا مبسم الأشواق، يا مرجانة الأعماق، أي سحابة مرت عليك بمزنها، مرت وما تركت على الأيام خصبا في صريم أو شعاعا في القوافي، بل أراك مطوقا بالليل والأشعار في الوجدان صاخبة، وسرك في العبارة أنهكك. ما زلت يا ظلي صريعا في القصائد والهوى، ما زلت في شرك الهوان محاصرا ومدجنا، والله أعطاك السمو عن الثرى، أعطاك تبرا لا يرى، أعطاك نورا في الورى، ولئن سموت على شراك في الدجى سقطت به الأحلام ليلا ثم عاد وعذبك. هيا إذن كن كالهزار مسبحا في ميسم الأنوار، في غبش الصباح إذا انجلى، واشرب مدام العشق واكشف سرها، تزهو لك الدنيا، تعانق في الرؤى قمرا، وفي أحضانه تجني لك الأحلى، فسبحان الذي أعطاك إشراق الفؤاد وفي الضلالة ألهمك. تحياتي لكم وشكرا.